بس دي تانية طب او وصلتنا. معلش انا اسفه يا رحمه، اتفضلي. بس تاني حلم ليها اللي هو جدها المتوفي بيذبح. بيذبح. اه دي صح. حلوه. بصي، الجد المتوفي بيذبح معنى كده ده زواج لولد، لولد مش لبنت، لان الذبح ده بيبقى خروف او ايه يعني. لكن ولو كان ذبح بقى فرخه او ذبح حاجه طائر، فدي زواج البنت. اوكي تمام.